في عالم خاص بهم يقضون معظم أوقاتهم منعزلين عن أقرانهم، يرفضون الاتصال بأحد ولو حتى بعائلتهم. هم ليسوا كغيرهم من الأطفال ولا يشتكون في نفس الوقت من أي إعاقة جسدية. هي سمات يتصف بها مرض التوحد الذي أثار الكثير من الجدل عالميا ووطنيا. فما هو إذن مرض التوحد؟ وما هي أعراضه؟ وما هي الأعراض التي يشتكي منها أطفال هذا المرض؟ كل هذا نتعرف عليه في عدد اليوم من برنامج بعيون الجزائرية. مرض التوحد باختصار هو اضطراب في نمو الأطفال، باختصار يعني هو اضطراب في نمو الأطفال، يعني الطفل ما ينموش دو فاصون نورمال كما الاخرين. دونك النمو هذا اجماعي، يعني في الكلام هاو ما يتكلمش في وقته، هاو السلوكات تاعو، السلوكات تاعو ماشي نورمال. ثاني كاين اضطراب في السلوك، اضطراب في التواصل، خاصة التواصل الاجتماعي. مرض التوحد هو مرض يمس نمو الطفل، يمس نمو الطفل في عدة مجالات تنحصر في ثلاثة أشياء. الشيء الأول هو القدرة على إقامة علاقات اجتماعية. الشيء الثاني هو الاتصال اللفظي والغائي اللفظي مع الآخرين. والشيء الثالث عبارة عن اضطرابات في السلوك التي تكون سلوكات متكررة قولبية، وأيضا تقدر تكون سلوكات عدوانية ضد الذات أو ضد نفسه. الأسباب العلمية إلى يومنا هذا غير معروفة بالتدقيق، يعني فيها غير معروفة بالتدقيق، بصح قالوا باللي سي انومالي بيولوجيك. كاين اللي يهضر على عوامل بيولوجية، عوامل اجتماعية، عوامل وراثية، كل يعني إلى حدنا اليوم ماشي بالتدقيق، ملتي فاكتوريال. نقص المراكز، نقص التشخيص، المتاجرة بهم، التشخيص راهو غالط. معظم تقدري تقولي باللي التشخيص راهو أصبح الطبيب الأطفالي من التشخيص، والأورتوفونيست من التشخيص، والبسيكولوجي من التشخيص. هو أنا نقولها ونعاودها، التشخيص يمدو البيدو بسيكياتر. من الأحسن أن هذا رجاء كي جوست تشك في الطفل تاعك باللي هو ماشي عادي،
لازم نشخصوا المرض في اقرب وقت ونبداو الخدمه معاه لا بريزون شارج معاه في اقرب وقت لو بلو تو بوسيبل سيرا ميو. وعلاه نقول وعلاه؟ لان هذا الطفل بدا راه النمو تاعو غير عادي، النمو تاعو غير عادي، اذا خليناه على كيفه سونز اوكين بريزون شارج هاو يمشي على عادو هاو يلحق الوقت وين يجيه لونديكاب سي لو روتار مونتال، يكون متاخر عقليا، يكون متاخر عقليا. واللي يقول متاخر عقليا هاو سي تان تريبل هانديكاب، سي تان هانديكاب انديفيديال، هو ديجا يكون اعاقه ذهنيه 100% تاعو لا لا فامي ولا لا سوسيتي. ما عندناش احصائيات اوفيسيال، ولكن هناك استاذ بروفيسور الطلب الذي يقيم الاستيم نمبر دوتيست اون الجيري 300,000. في العائلة تاعنا مكونة من 4 أطفال والرابع جات الحالة تاعو هذا. كيفاش يعني بديت تفيقلو؟ وكنا نجهلوا الحالة هذه، المرض هذا ما على بالناش فيه حتى اكتشفت وديتو لواحد الطبيب جينيراليست يقولوا له عطية هو عندنا في الحمادية جينيراليست برا، قرب علو الدراهم في الأرض لقاه ما يصدرش، كل شيء ما يسمعش، قال لي ديه لوار ديت لوار تاع البرج داروا عنده الماتريال تاع الودن هكذا، اكتشفوا بلي عنده الماء في الودنين. من بعد قال لي عطاني بريه قال لي بعد روح للسطيف المحبه عياده المحبه تاع الانف والاذن دوروا الحنجره ديتو تما نحيت الماء من ودنيه هو دوك ما عنده لي بوشون دوك مازال ما نحيتهم
شافت الاستاذه عدوان هذه شفتنا الدوسي تاعو كان مع عباس عباس راه ديبلاساو للجزائر جات الاستاذه عدوان هذه هي اللي اهتمت بالحاله تاعها قالت انا الاولاد هذو هاك شغل ولادي عندي دوك بدات ربع شهور مع كاين تحسن وشويه تحسن طفيف بالخدمه بالمرور الزمن يتحسن تحسن شويه تحسن طفيف كما قالت الاستاذه كان ما يدنكش فينا ولا يدنك فينا كان ما يخزرش كي تعيط له ما يخزرش دوك ولا يدير الحوايج هذو عدو تاتا شوف تاتا شوف معايا شوف معايا شوف معايا تاتا كيما تاتا برافو عدو زيد زيد عدو شوف مع تاتا شوف مع تاتا شوف معايا شوف تاتا شوف معايا شوف معايا عدو شوف هنا معايا يرزوج كيما تاتا وحده زوج شوف تاتا شوف معايا عدو شوف معايا عدو شوف معايا عبد الرحمن كان طفل عنده بعض مشاكل صحية كما قال لك تاع السمع وتاع الاخر كيما زاد وقيل اسبيتاليزاسيون على الحمى ولا اش كان يقول بصح كان بعد النمو تاعو عادي النمو العضوي كان البسيكوموتور كان عادي حتى كي لحق لثلاث سنين الطفل ما ينطقش كان فيه اعراض التوحد دونك ما فقولوش كان يروح من الطبيب الاخر من الاورتوفونيست من البسيكولوج دار كامل اربع سنين ونص هو من الطبيب للطبيب من الباب للباب ما شخشوش المرض تاعو هو كان مرض التوحد حتى جا لهنا في اربع سنين ونص درك راها خمس سنين كان اول مره كي جا ما تقدريش كامل تتعاملي معاه باسكو على التوحد هذا كان فيه اضطرابات قلنا اضطرابات سلوكيه ولا ما يتواصلش وما ما يفهمش بدا كي شغل نقدروا نقولوا بلي كاينه الانستالاسيون تاع لو روتار مونتال يعد المال والبنون زينة الحياة الدنيا أجل البنون زينة الحياة وثمرتها الشهية وهم مصدر سعادة الأبوين ولكن بقدر ذلك نجدهم أيضا مصدر هم وخوف وامتحان صعب للآباء في صبرهم على أبنائهم هي أم يعقوب تجربتها مثال للأم التي تعاني مع ابنها المصاب باضطراب التوحد كنت قبل جريت بي درت الراديو وي درت لي ريم قالوا لي صافي او جي قالوا لي صافي تسمى الراديو وي سليم وليت سعيد كديتو البيزار نقري فيه بعد قالت لي ما قدرتلوش تسمى حاكمين الاخرين كل واحد وكيفاه رحت للطرواسون ثاني ومن بعد كي قالت لي روحوا قالوا لي روحي لعين عباس كي جيت هنايا سعيدك حكموني وليت نقري فيه دوك ستشهر. فبعد زيارة المستشفى اعتمدت على كتاب شوبلر في علاج ابنها الذي أبدى تحسناً حسب قولها طولنا كتب هكذا كتاب قالوا لنا استعملوا به فيه عشر محاور وقالوا لنا كل محور فيه دروس وذيك
قالوا لنا الاكثريه كانت هذه ديرنا اجتماع هكا وتفهمنا كيف نقريوهم وذاك. قالت لنا التقليد والتكرار، التقليد والتكرار يهز كلش. عندنا كسعيد كنديروا لهم نظلوا نكرروا لهم باه يستوعبوا. دوك عاد يعني ما يبكيش وعاد عاقل وعاد يستجيب، عاد نعيط له ويجي يعاد يشتي يلعب. دائرة هاي هاي برافو معاذ، زيد عاود برافو. هاي نزيدو نحطو هذي، وين نحطوها معاذ؟ هاي وين نحطوها؟ نو تحطها انت ها هاي نو نديروش هكذا معاذ نو ها نحطي هذي هنا. شوف طاطاك فين دير ها واش تقولوا لي على الجلسه هذه؟ هذه جلسه علاجيه من نوفمبر، وهو يجي لهنا في كل اسبوع، يجي مره في الاسبوع، مده تقييم 30 دقيقه نخدموا معاه، وامم طون نخدم معاه 30 دقيقه، وفي نفس الوقت نديروا لا غيدونس مع لا مير. نجيبوا الام ونقولوا لها ها واش ناقص ابنك، ها واش كاين، واش ما كانش، واش فيه، واش ما فيهش، وعلاش الاسبوع الجاي تخدمي له. بان شاء الله الاسبوع الجاي كي تجي نكونوا قلنا لها واش تخدم، باه نزيدو نخدموا معاه. ونخدموا ثاني ببروغرام تيتش شوبلر، فيه هو كتاب في 10 محاور، ونقولوا لهم يديروا روجيستر في كل محور كاين، نديروا كاين نقسموا الروجيستر هذاك على 10 محاور ونقسموا كاين المحور الاول التقليد، الثاني الاحساس، هكذا ونكملوهم. والحل تاعو شويه تقدم مازال فيها صعوبه. علاش؟ خطاك شويه هو شويه سيفير، ما بداش بكري العلاج. هو من الافضل انه باه يعالج الطفل يكون بداه اذا سمى الاهل تاعو يكونوا شافوه في سن صغيره، باه خاطرك عنده قابليه للعلاج اكثر. تاكش خمسة ونص شوية تجي صعب هكذا تجور، رانا نخدمو له على لاستابيليتي باه كي نبدا بحاجة هكا يصير فيزيك إيه هذاك، لازم نخدمو له على لاستابيليتي باش كي نمشيو له مانديروش هكذا، نخدمو له على لاستابيليتي باش كي يولي مليح، و ميم طو كي نخدمو له على لاستابيليتي و بعدا نوليو له الكونتاكت فيزيال باه كي يخدم معاك. خاطرش كي الطفل كي يكون ستابل و ميم طو عندو كونتاكت فيزيال راح تخدمي معاه مش راح تلقاي صعوبة، بصح كي تعود لاستابيليتي مكانش و ديفوا التواصل البصري رايح يروح راح نلقاو صعوبة هنايا. الطبيبة المعالجة توضح أن يعقوب يستجيب للعلاج، لكن التأخر في نقله هو ما يجعل العلاج صعبا. الحالة تاع يعقوب قلنا كما سبق قلنا التوحد هو اضطراب في النمو، يعني مش معناتها برك كل أولاد التوحد، أولاد اللي عندهم هذا المرض التوحد يعني كلهم ما يهضروش، لا، كاين الحالات اللي قلنا فيها يقدر يهضر يتكلم هذا الطفل، بصح عنده إعاقة التواصل ما يعرفش يتواصل. حالة يعقوب من هذه الحالات، بنسموه احنا بالسيونتيفيكمون نسموه لو سيندروم داسبرغر. هذا الطفل يتكلم لحق 2 عامين 3 سنين يتكلم، بصح هذا الكلام غير لا با دو فالور دو كومونيكاسيون، ما يعرفش يتواصل به، كان يتكلم وحده. وجاته هذه الحاله خاصه غير على الاذان، كي يسمع الاذان يعاود الاذان ويهدر غير على القران. اول مره كي جا لهنا لعندنا كان كيهدر لي غير بالقران، ما يخزرش فيا، ما ينظرش فيا، ما كاش تواصل اي تواصل معاه. حتى كي فهمت لها للام، قريناه الام لا فورماسيون تاع لي مامون، خدمت بالكتاب تاع شوبلر مع لي بسيكولوج. هذا الحصه اللي شفتوه كان تحسن، يعني تحسن جيد، يعني ما شاء الله كان درك عادي يتكلم معنا ويتواصل معنا، وخاصه ومازال فراه في التحسن. Thank you.
ذكى في عمره 5 سنين، وانا من اللي عرفت من اللي عنده توحد من بداية الشهر 12 عام وشوي 15 شهر. كان يبان عليه ذوك انا ابني كي زاد، قالوا لي درت له سكانير وذاك باسكو قالوا لي عنده اون مال فورماسيون اسافوار فاش تجي، صافي كنت نشوف فيه نستني فيها ماهوش كيما الاطفال الاخرين اللي حتى يسمى تصادفوا الامهات، انا كنت يسمى دائما نعس في بني واش يدير واش ما يديرش، من 15 شهر ولا ما يعيط له وما يسمعليش، ما يدورش ليا، ما عندوش تواصل بصري، عنده هكذا حاجه كون باغ اكزومبل تعطي له فواتور يلعب بها، يقعد 8 سوايع وهو يلعب بها. بدون وانا شفت هذه بلي حاجه غير طبيعيه. والكلام في 9 شهور نطق وما كانش ما يقولش كيما الاطفال العاديين هذا كيما يبداو النغنغه ويبداو، هو طول تقول له كلمه يعاودها لك كوم ان بيروكي باغ اكزومبل، تقول له قول فيستا يقول لك فيستا، قول سعاد يقول سعاد بنفس الطريقه اللي تاعت تقليد. احنا المشكل تاعنا المطروح هي حبذا لو كل ولايه دير لنا مركز صغير، ولو مركز صغير لوحده العلاج هذه اللي نقدروا احنا ولادنا نتعاملوا معاهم ونديهم يقراو ويديروا لنا اون كريش، يديروا لنا لا بريزون شارج من 3 ans 6 ans باش نهيئوهم للمدرسه، ومن بعد يديروا لنا مدارس باش ندمجوهم مع الاطفال العاديين. لازم وزارة التضامن وزارة التربية يحسوا باللي رانا في معاناة، على بالهم باللي كاين قداه كاين عندنا فايتة 120 ألف توحدي في الجزائر، وحنا هذا وين بدينا نعرفوها، بصح راه هو التوحد هذا ظهر من 43، بصح حنا مادام عرفناها راه دقنا قوس الخطر، لازم يعرفوا باللي الاضطراب هذا راه في تزايد مستمر، بون دوكا ما لقاوش لاكوز، باسكو كون لقاو لاكوز كون يقدروا يلقاو العلاج. هذا فراولة. فراولة. هذه كرز. عاود شنو هذا؟ تفاح. برافو. هذه شنو هي؟ فراولة. برافو. هذا؟ فراولة. هذا. هذه دبكي. كرز. عبد الحي اعطي لطاطا اعطي لها فراولة. هذه موز. اعطيني فراولة. اعطيني فراولة. اعطيها لي نو. اعطيها لي. نو ما نديروش هكذا عبد الحي. دير كيفي احكم المغرفة عبد الحي. نو احكم المغرفة. احكم عبد الحي. احكم. شوف كيفاش دير طاطا. شوف كيفاش دير. دير كيفي. شوف معايا. شوف هنا. شوف. دير عبد الحي. دير كيفي عبد الحي. والله تختلف طريقة العلاج من طفل لآخر حسب درجة التوحد وحسب العمر الطفل. مثلا الطفل يكون عنده 18 شهر او سنتين ماشي مثل الطفل يكون عنده 4-5 سنوات او 6 سنوات. الطفل يكون عنده توحد خفيف بدرجه خفيفه ماشي زيو اللي يكون بدرجه شديده. أول حاجة نبدأ بها أنه
نقسموا العمل تاعنا، كاين عمل جماعي، كاين عمل فردي، وكاين عمل خاص بالعائله. عمل عائلي، العمل الفردي انه كل حاله نخدموا معها منفرده. اول حاجه نبداو نخدموا عليها هي التواصل البصري والتقليد والفرط الحركه، الحد من فرط الحركه. الحاجه الثانيه العمل الجماعي، انه جوست يطور طفل نحطوه مع المجموعه باش المربيه تاعو تطور له المهارات الذاتيه والتكامل الحسي، الاعتماد على الذات، الحياه اليوميه تقريبا. العمل العائلي انه نمد البرنامج للام ولا الاب انهم يخدموا به في البيت مع الطفل ديالهم. ميساج بارون سي دونك مرض التوحد شغل يقدر يتحسن، يقدر يتحسن، يكونوا متفائلين ويديروا العلاج ويقدر يتحسن لدرجة كبيرة أنه يولي قريب من الطفل العادي، يقدر يتحسن. كاين تحسن بالخدمة بالعلاج، كاين تحسن، ودرجة التحسن تختلف حسب العوامل المذكورة. دونك يكونوا متفائلين ويديروا ما في الوسع لعلاج الطفل بشكل جيد. دوك حنا ما لقيناش السبه منين جات التوحد هذا، رانا يسمى نتعلموا، سواء يتعلموا من الانترنت سواء كيفاش نتعاملوا مع اولادنا. ولازم المجتمع كل يحس بينا، موش واحد يعايرنا يقول لك انت ابنك مهبول ما تخرجيش، واحد يقول لك هكذا. لازم الام، الاب، الاخوه، الاسره والمحيط العائلي كافه، لازم اللي يقدر يدير حاجه يعاونك. ماذا بيا أن الأطفال كي يخرجوا من عندي في سنة مدرسة يلقوا ابتدائية خاصة بهذه الحالات وليست ابتدائية حكومية. الأولياء لازم يفحصوا أولادهم فحص جنرال، سواء من الوذنين ولا من الخنانف ولا من أي جسم، أي عضو في الجسم لازم يديروا الفحص الطبي باش يعرفوا المرض تاعو واش هو، ما يخليوش حتى يطوروا الحالة ومن بعد يولي صعيب. رسالة الأولياء، كل الأولياء اللي عنده صعوبات واللي يحس برك يقول باللي وليدي ما راهش سافابا، يقارنوا يا إما بارانستان هكذا يشوف باللي ما راهش يتعامل معاه. كاين بزاف أمهات اللي يقولوا ما حسيتش به، يعني عندهم الحق، هذه واحدة. ثانيا يكومباريوه الآخرين، يشوف الآخرين واحد عمره كيف هذاك راه يتكلم، هذاك راه يتواصل، هو لا، يعني يتشك فيه باللي حالة غير عادية في النمو. تديه إذا كان من الأفضل من الأحسن يعني تديه لطبيب النفساني، طبيب نفساني يقول بيدو بسيكياتر. إذا ما كاش طبيب البيدو بسيكياتر الآخر تديه لورتوفونيست ولا لابسيكولوغ كم يعرفوا. ورجاء ملي بسيكولوغ هما يولهوهم ويعرفوا ويوري لهم كيفاش يديروا. المتوحدون بحاجة إلى رعاية خاصة وممنهجة ومدققة من طرف أوليائهم وبشكل يومي، وذلك من أجل اندماجهم في المجتمع وتسهيل تواصلهم. وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج بعيوننا الجزائرية، نتمنى أن نلقاكم في عدد مقبل بحول الله. إلى اللقاء.